صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. إذا نكمل الدرس الأول، الجزء الثاني من درس القسمة العمودية. بدينا بأبسط الحالات، شفناها في الفيديو السابق، اللي ما شافهاش لازم أولا نبدأ بأبسط الحالات ثم ننتقل في حالات تكون نوعا ما أصعب. اليوم بحول الله ثلاث أرقام راح نقسمهم على رقمين، هذه هي الحالة الأولى تاعنا. إذا لدي 259 تقسيم 12، واش قلنا؟ قلنا أن أول حاجة نعملوها أن نشوف العدد هذا من كم مكون من رقم، شحال عدد الأرقام اللي فيه؟ فيه رقمين 2 و1. إذا آتي إلى هنا أقوم بهذه الخطوة، أحدد رقمين، نهز 25 فقط، ما نهزش 9، لأني هنا عندي رقمين. إذا 25 تقسيم 12، وش معناها؟ معناها 25 كم فيها من 12؟ باينة فيها 2. إذا هنا قلنا راهي العملية عملية فيه هنا طرح 2 في 12 كم تعطينا؟ تعطينا 24. 24. الآن أقوم بالطرح 25 ناقص 24 1، أنزل 9. الآن أصبحت عندي 19. 19 هل أستطيع أن أقسمها على 12؟ نعم أستطيع. لو كنت لا أستطيع نحط صفر ونتوقف وتبقى لي باقي، لكن أنا نقدر أن نقسمها على 12. إذا كم فيها؟ فيها 1. فيها 1. إذا 1 في 12 كم؟ لدي 12. هنا أيضا تصبح العملية ناقص. ماذا تعطينا؟ 19 ناقص 12 تعطيني 7. إذا هنا 259 تقسيم 12، النتيجة هي 21 والباقي 7. نقدر نكتب المساواة هذه بهذه الطريقة، 259 تساوي ماذا؟ 12 في 21، وهنا قلنا الباقي نعملو عملية زائد 7. مثال آخر، ماذا لدينا؟ لدينا 345 تقسيم 16. الآن أعتقد أنكم حفظتوا الخطوة هذه. هنا عندي رقمين، إذا نهز رقمين فقط. 34 تقسيم 16، معناها دايما أعيد حتى تفهموا أبنائي مليح. معناها 34 كم فيها من 16؟ فيها 2. إذا 2 في 16 كم؟ 32. هنا قلنا في هنا ناقص 34 ناقص 32 كم؟ فيها 2، أنزل 5. الآن 25 كم فيها من 16؟ فيها 1. هنا أنزل 6 في 16 تعطينا 16 طرح. إذا 25 ناقص 16 كم؟ 9. إذا 345 تقسيم 16 تساوي 21 والباقي 9. إذا المساواة أستطيع أن أكتبها بهذه الطريقة، 345 تساوي 16 في 21. ضروري جدا فتح وغلق الأقواس، ضروري وإلا العملية تكون خاطئة. زائد 9، راكم تلاحظوا دائما الباقي، هذه هي لو كنت توجدوا الباقي هنا أكبر من هذا، معناها راكم يا إما العملية مازالت ما كملتش، يا إما راكم غلطين في النتيجة. لازم الباقي دائما يكون أقل من 16. وش معناها أقل؟ معناها الباقي هذا اللي عندي هنا ما نقدرش نقسمه على 16. ما نقدرش. إذا ماذا لدي؟
4563 تقسيم 21. هنا راح نهز هذا رقمين، عفوا 45. 45 كم فيها من 21؟ باينة بلي فيها 2. فيما بعد في النماذج في الوضعيات الإدماجية راح نشوفوا، خلال أيضا الموسم الدراسي راح نشوفوا وين العدد هذا كبير، ونبحثوا على العدد بطرق أخرى. المهم الآن التلميذ يفهم الأساس، لما يفهم هذا الأساس فيما بعد تكون إفهامه في الحالات الصعبة سهل، لكن لو ما يفهمش منذ الآن هذه الأمور البسيطة فيما بعد يستحيل فهمه في لما تكون عندنا القيم كبيرة. إذا لدينا 2 في 21، عندنا 42. هنا قلت عملية ضرب، هنا عملية طرح. 45 ناقص 42 كم؟ 3. أنزل 6. الآن 36، 36 تقسيم 21. 36 كم فيها من 21؟ فيها 1. الآن لدي 1 في 21. 21 أقوم بعملية طرح. 36 ناقص 21 تعطيني 15. أنزل 3 ولات عندي 100. لهنا لما ولات عندي 153 تقسيم 21، هنا مش ببساطة نقول 2 ولا 3. نبدأ نجرب كيف نخمو أبنائي. نخمو هنا نستعملوا مكتسباتنا ولا معلوماتنا اللي قريناها في السنوات السابقة. أنا عندي لهنا 21، نعتبروها 20. 20 لما نضربها مثلا في 5 كم تعطيني؟ تعطيني 100. 20 في 5 تعطيني 100، يعني راني مانيش بعيد بزاف بزاف. نزيد نجرب. الآن 6 في 20 كم؟ 6 في 20 تعطيني 120. نزيد نجرب. مازلت بعيد على 153. نزيد نجرب 7. 7 في 20 كم تعطيني؟ تعطيني 140. إذن هذه هي السبعة. إذن سبعة في 1 تعطيني 7. 7 في 2 14. إذن حصلت على أقرب عدد 153. إذن 3 ناقص 7 لا أستطيع. لهنا راح نقوم بعملية الطرح عادي. إذن 13 ناقص 7 6. أنزل لهنا عندي 0 وهنا 0. إذن 4563 تقسيم 21 فيها 217 والباقي 6. بحول الله حالات أخرى يكون الباقي فيها 0 إن شاء الله، وحالات أصعب من هذه راح نشوفوها خلال الموسم الدراسي. المهم أنه الطفل يتدرب على الحالات اللي شفناها في الفيديو الأول، هذاك هو الأساس. لما يفهم هذاك الأساس الباقي هنا تبقى الطفل وقدراته على هل هو حافظ جدول الضرب ولا مش حافظ، اللي هنا مدى تركيزه في إجراء عملية الطرح. راكم تشوفوا اللي هنا كل شيء متسلسل، هذه عملية القسمة فيها ضرب وفيها طرح. وإذن من الضروري جدا أنه التلميذ لازم يكون حافظ جدول الضرب إلى غاية ماذا؟ إلى غاية 10 عادي، من 1 إلى 10. إلى هنا وش نقولكم؟ نقولكم في أمان الله، نلتقي في فيديوهات أخرى مواضيع أخرى بحول الله.